التصدير، الناس تنفست، الحوت كاتر، في حوت نزل حوت. وبعدين تو حاليا صاحب الراتب ما يقدرش يشري الحوت، غالي عليه. الانسان البسيط ما يقدرش الحوت. الاسعار معقوله، تو كان يزيدوا شهر ثاني يزيد ينزل الاسوام. ها؟ لان الجماعه الكبار وصلهم عاش وصلهم الحوت، الناس الغلابه ما يقدروش. وقفوش مع اللي مسؤوله، وقفوه خلاص. وتو الحوت لما كان يصدروا فيه رفعوا فيه لقطر، كل لقطر لكاس العالم من تونس يحولوا لقطر، حتى التوانسه ما يكونوش فيه رفع. لما يصدروه يديروا له ختم تونسي يسفروه قبل لفرنسا، لكن تو لقطر. والله بالنسبه للاسعار في النازل حق حاليا، اليوم في النازل اقل من امس، وكله توقف تصدير اللي برا، يعني هذا كان سبب رئيسي. والاسعار في المتناول الجميع نحس فيها، يعني كل يوم في النازل باذن الله. اي لا، فيه في 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 اشياء فيها رخص واضح، في اشياء قاعده، يعني تتكلم على الفروج والدود قاعد شويه، المواطن اللي دخله قاعد يعني بسيط مش حيقدر يلايمه، لكن يعتبر في المجمل معقول، يعني معقول. نتمنى انه يكون في اكثر نزول يعني في الاسعار، يعني حتى يستطيع حتى اللي دخله يعني البسيط انه يقدر ياخذ حاجته. يعني مانيش عارف، ممكن ايه طبعا ايقاف التصدير، عندك حتى الصيادين الاجانب طلعوا لهم فتره من البلاد، فاصبح الاصطياد فقط على فئه معينه، فهذا مخلي طبعا نسبه الاسعار تزيد، يعني عرفت. فنتمنى ان الدوله تتوجه لعمليه الدفع ب يعني الاستثمار في المجال الصيد البحري، ودفع ودعم الصيادين هذا، حتى نستطيع فعلا ان نجد يعني السلع هذه متوفرة وبأسعار معقولة. يعني والله إقبال المواطنين ما شاء الله، يعني في رمضان حتى الأسعار انخفضت لما تسكر تونس طبعا وقف التصدير، الأسعار ما شاء الله الحق. يعني التريليا مثلا كنا نبيع فيها اليوم 7 جنيه، المدة اللي فاتت ب20 جنيه ما تحصلهاش، يعني فهمت، يعني كانت تستمر تتسكر تونس الحق، يعني الأسعار كلها تنزل، وحاجة يعني إيجابية نشوف فيها الحق. في غلاء خي، مش ما فيش، الناس الغلابة في غلاء عليها. أنا تو صاحبة معاشي باهي الحمد لله 100 100، لكن نشوف، أنا نشوف ديما للي أوطى مني، نشوفش للي بالنسبة للغلابة. والله لا وليد، بالنسبة تو قلت لي أنت الأسعار الأسماك راهي خير من اللحوم مهلبة واجد. راه أنا ننصح خوتي الليبيين أن هم يتجهوا إلى المرسى وما يكثروش الازدحام على اللحوم وعلى الامور الثانيه، لان هذه اول شيء اسعارها ممتازه جدا حسب المواطن، زي ما يبي ب 20 باهي، ب 25 باهي، ب 30 باهي، ولكن نشوف تو في الاسعار يقول لك 50 55، وهو تلقاه صاحب عيله. انا اتجاهي كي نقول الاسعار الاسماك بجميعها يعتبر كويسه وممتازه.